انت شكلك عامل حدود بينك وبين الشخص هذا، وشكلك بتعاند في الشخص هذا. احتمال انك انت يعني عامل مجهود في العمل، واحتمال انت حاسس نفسك انك انت خلص لازم ترفع الحدود وتوقف عطاء، لانه الشخص شافك انك انت عنيد، وهون طاقة الطلبات انت بتعاند او بتدفعه لبرا. يعني انت يمكن شايف انه هو فرحان ودخل علاقة اخرى، البعض منكم يمكن انت شايفه في زواج، لهيك انت بدك تزقه عنك لبرا. و انت شايفه، يمكن انت شايفه، انا شايفك انك انت شايفه مبسوط، لهيك انت ماخذ موقف مع نفسك، انت شايفه مبسوط ومرح وفرح وبيحتفل، يمكن بيحتفل في العمل، بيحتفل في علاقة اخرى مع شخص اخر، او انت شايف عنده صداقات كتير على الانترنت وعنده شغل على الانترنت كتير وعنده معجبين كتير حواليه. انا شايفك انك انت ماخذ موقف، يعني انت ماخذ موقف عنيف، لانه هو شايفك انك انت شخص عنيد نوعا ما. فانت شايفه يمكن انت عندك شويتك غيظ انه هو مبسوط مثلا وفرحان، او بظهر لك هذا الشخص هذا الشيء انه هو فرحان ومبسوط وفي حواليه ناس كتير، يمكن انت حاسس نوع من الغيرة على هذا الشخص، وقررت انك انت تحط حد بينك وبينه لا يعرف مثلا قيمته، اطلقنا درس. طيب الشخص هذا الان جدا 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 ومشوش جدا جدا، واصلا هو مش عارف منين يبلش عمله او شغله، والشخص هذا شيء على فكره بفكر فيك جدا جدا وبراقبك هذا الشخص، كان حس انه هون في حسره في قلبه، انه هو بيراقبك وبحبك جدا جدا، وانت الاميه تبعته، وهو متلخبط في شخصيتك، شايفك كل يوم شخصية، كل يوم اندفاعي، كل يوم بتظهر له في شكل تاني أو في عمل تاني، وهو حاسس إنه مشاعره فاضت، يعني فاقدة بالنسبة اتجاهك عفوا، وبده يتواصل معك هذا الشخص. بدي يتواصل معك، فانت يمكن انت اللي ماخذ الموقف في برج العذراء، وانت بتدفع في هذا الشخص عنك، وانت رفعت الحدود والاسوار بينك وبينه، وكانك قلت له انت بترفع نص السور انا بكمل السور كليته، يعني مثلا تركت هذا الشخص فانت كملت، يعني تركت انت كمان، يعني ابتعدت وطلعت برا حياتك. وانا حاسك انك انت ماخذ موقف لنفسك، متصلب الراي مش مشاعر. حتى يعني التري اوف كابس يمكن انت شايف انه عاجبك وهو متواصل مع الناس ولافت نظرك شيء على مواقع التواصل او في العمل، اذا انتوا كنتوا مع بعض في العمل او اذا انتوا كنتوا في زواج، انت شايف دخل طرف اخر في حياتك. عفوا بس صوتي يا جماعه شوي تعبان. فانت حس انه هو دخل طرف ثالث بينكم، احتمال انه يكون بيحتفل مع الاسره، انت شايفه بيحتفل مع الاسره، في زواج عندهم، في خطوبه عندهم، عقد قران عندهم، في شيء عندهم انت شايفه انه فرحان ومبسوط والاسره حواليه او متجمع مع الناس او مع اصدقائه، بيطلع بيسهر مثلا، انت مراقبه على فكره، انت بتذوق فيه بس مراقبه بنفس الوقت، واحسك ان نطاقك انت زي مش مغيوظ، زي معارض، حسك معارض، عندك معارضة هيك، عامل معارضة، بس هو قلقان كتير كتير جدا جدا، وهو بتفرج عليك يعني على السوشيال، يعني أكتر إشي مراقبة، عامل لك أبراج مراقبة، هو بحبك جدا، لأنه بحبك جدا هو مراقب فيك. طب خلينا نشوف. نحط الكروت النصيحة
توجهنا أكثر في القراءة. هون بيحكوا لك كومفورت، منك الراحة. أنا معك في وقت الحاجة لمساعدة قلبك على الشفاء. مش بقول لك أنت شوي يعني، يمكن أنت بتحاول تحمي قلبك، يعني كأنك حاسس إن هذا الشخص دخل طرف بيناتكم، فأنت بتحاول تحمي نفسك، لكنك فيك حاسة انه انت زي مش مغيوظ، ماخد الامور بجد بشراسة. ملايكم بيحكوا لكم بيساعدوا فيك انه تشفي قلبك، ملاك الراحة يعني بيساعدوا فيك. طب خلينا نشوف يا جماعة، شوفوا فلوريتي غزل. مد طاقتك النار للآخرين، يعني انت بتطلع طاقة منك، لازم تسوي شفاء لقلبك. انت شكلك موجوع يا برج العذراء، او انت بدك شفاء، او مبلش في الشفاء لان انت في كامل قوتك، لكن مش الشفاء الكامل. يعني انت لسه في السبع سبنجات. انا حاسس انك انت يا برج العذراء زي بدك هذا الشخص، لكن بنفس الوقت رافضه، يعني عندك رفض وقبول، يعني كأنك بدك هذا الشخص لكن بدك ترفع برضه الحدود. زي بدك اياه بدك شي اياه. هون بيحكوا لك ان هاد يمكن انه اختبار. لقد قابلت بالفعل شريك الرومانسي الذي تبحث عنه. ما يكون هذا الشخص جديد وانت بتراقب فيه، وخايف انك تأذي قلبك لانك يمكن انت لسه مش متشافي من علاقة قديمة، فيمكن انت بتحاول انه تاخذ لنفسك وقفة مع نفسك، لانك انت لسه يمكن بتشفي قلبك من موضوع اخر او من ماضي انت مرقت فيه حسيت انه كان قاسي عليك، وانت بتراقب هذا الشخص ومعجب فيه. يمكن هذا الشخص جديد، احتمال وهو بحاول انه يلفت انتباهك، يمكن على مواقع التواصل، يمكن يحتفل في العمل عندك، يحاول يلفت انتباهك انه في العمل انك تشوفه. هو الان لانه هو حس نفسه انه حبك فجأة. احتمال انه هذا مش ماضي جديد، شخص جديد في حياتك يا برج العذراء للبعض منكم. اذا كان هذا شخص من الماضي فانتوا في اختبار الحب، اذا في انفصال بيناتكم او اي شيء اخر. طيب الشخص هذا حاليا في طاقة الصراحة والوضوح، وحس انه في شوية غضب لانه هو زي في شيء مش قادر يوصل له، كأنه بحس نفسه انه بوصل لشيء معين وفجأة بحس حاله انه لا، برضه ما وصلش للي بده اياه، يعني بتسلل وبيجي بيحاول انه يوضح نفسه ويظهر ويعمل شغلات انه يقدر ياخد طرف الخيط، لكن برضه بتفاجئ انه هو ما اخذش ولا من الخيط ولا اي شيء، بتفاجئ انه اخذ اشياء مش صحيحه. يعني مثلا بيجي عليك مثلا وبيجي مثلا بيحكي لك مثلا انا بدي أرتبط وأنا مفكر في زواج،
وفجأة انت بتقول له طب ما ترفض، يعني انا ما عنديش، يعني ليش بتحكي لي مثلا؟ هو فكر انه عمل هاي الخطة ياخذ منك شوية كلام وانت بتروح تقطع معاه او بتعطيه شغلة يعني ما بتفيده، ما بتخدمه او بتخدم هاي العلاقة. هو حاليا يحس انه فقد في شيء، لانه هو معجب فيك وكاس الحب متجه اليك، وهو حبك هذا الشخص، لكن هو حاسس انه بده يتسلل كتير طاقته واحساسه انه بده يتسلل كتير ليقدر يوصل هل انت بتحبه او معجب فيه. تميل هذا الشخص براس جديد مش من الماضي، هلا بنشوف اذا من الماضي عفوا. فالشخص هذا عبالي يوضح اشي، لكن طريقة طاقته انه بده يوضح ويحكي ويطلع يلفت انتباهك او انتباه الاخرين حواليه، لكن بطريقة مش هو الشخص شخصيته، هو طريقة تسلسل بطرق ملتوية، يعني يدخل من الباب اللي ورا مش من قدام، يعني من الباب اللي بيجي لغرفة تانية لحتى يوصل الصالة والمطبخ واشياء هيك، يعني بده يلف ويدور، وهيك اعتقاده انه هيك الاشي بتوضح له، لانه هو جاي عباله انه او طاقته او تركيزه انه بده شيء يتوضح له، بده شيء يتوضح له، لو بده يلف ويدور، او هو احساس انه هو واضح وانت بتلف وتدور ومش معطيه الصافي، هو حاسس حاله انه بده الصافي، طاقة انه بده توضيح وبده تعترف وبده خلص يحكي مشاعرك كلياتها بدون ما لف ودوران. هو حس انه في لف ودوران، او هو بده يلف يدور عشان يوصل لطرف خيط معين من شيء معين منك، من عمله هو، عمله يمكن هو حرفي فنان وهو مشهور على السوشيال ميديا، او هو مثلا شخص ممثل ومتعدد الشخصيات وهو ظاهر على السوشيال. احتمال هذا الشخص، احتمال هو فنان وبيظهر على السوشيال، احتمال هو كمان احتمال هو يعني انا شايفه انه هو في طاقة البيت واضح، او بيعمل اشي واضح، او شغله عالمي، شغله عالمي هيك في الطاقة هاي، بس هو حاسس انه بده يوصل لشيء معين، في شيء معين الشخص بده يوصل له. طيب، او يمكن هو بدور على الغزل، بيجي بلف بدور زي ما حكيت لك عشان يدور على الغزل بناتكم. مشاعر من ناحيتك البيج اوف كابس، هو بيج وبيج، مشاعر بيج، لكن هو شايفك انك انت متجمد، والشخص ده معجب فيك جدا، ويمكن عرض عليك الحب هذا الشخص، وشايفك انت متجمد وما تحركت مشاعرك، فصار بده يلف ويدور عشان ياخذ توضيح لنفسه، هل انت بتحبه؟ هل انت معجب فيه؟ هل انت جاد معاه؟ فهو شاف انه بده يلف ويدور شوي معاك ليقدر يوصل لمشاعرك، لانه هو عارض عليك الحب، لكن هو شافك انك انت متجمد، مش معطيه، يعني مش معطيه لا حق ولا باطل، وهو شافك شاعر انه انت بتطلع عليه بطرف عينيك بتحكي له بالله يعني عن جد انت بتحكي هيك، طب انا شو اعمل مثلا؟ يعني ماخذ الامور شوي بجديه استهزائية، يعني كانت مستهزئ في الموضوع، وهو جدي وانت شوي، لانه برضو طاقتك انت يعني بتحمي حالك من هذا الشخص، وهم بيحكوا لك انه ايش في قلبك، فانت بتطلع عليه ب انه انت شخص ناضج مرقت بعلاقة قبل هالمرة، ومش مستهزئ لان انت مثلا حاسس ان الشخص التافه، لا انت حاسس انك انت نضجت، وهو شايفك انه انت ناضج، يعني ويمكن مرقت بعلاقة قبل هالمرة وخلتك انك ما تقدرش تصدق اللي بيقدم لك كاس الحب، فانت بدك تشوف مشاعره هل هي صادقة او لا، بس بدك تبين له انك انت جامد، انك معجب فيه انت وشافك هيك انك جامد،
ومتعصب شوي نوعا ما. احتمال ان على فكرة انت تكون اكبر من سنا وتكون انت كنت مستقر في زواج او مستقر في علاقة، واحتمال انت بترعى اسرة. ليكو شافك شوي بده يلف ويدور لحتى يقدر يوصل لك، لانه هو شافك اللبرز متوازن، وشافك انت عارف قيمة نفسك. فكرة يا جماعة، هاي القراءة طلعت لعلاقة جديدة مش من الماضي، مش حاسسها من الماضي، لأنه هو شافك إنك أنت شخص عنيد جدا ومحقق كل إنجازاتك، أو أنت مستكفي بنفسك، يعني فاهم قدر نفسك. احتمال تكون أنت قاعد على السوشيال مشهور ومحقق كل نجاحاتك مثلا عن طريق الشهرة والناس حواليك، لكن مش شايف انك انت عندك انجازات، وشايفك ان انت الامية تبعته، وبحبك الشخص اللي بحبك جدا جدا جدا، منجذب لك بطريقة كبيرة. هذا الشخص شايف ان انت زي ملك الحب، هبطت علي يعني مرة واحدة نزلت علي، بس شايفك شخص عنيد وشاعر انه انت مستكفي بما لديك ومستقر ومش بحاجة علاقة. خلينا طب نشوف نواياه خطوته. اتمنى هذا الشخص بواجه في عمله أشخاص بيحاولوا يتسللوا لعمله، احتمال في سارقين في عمله هو بواجه فيهم، هو واقف لحاله بواجه فيهم، بس انا حاسه انه بلف ويدور، يعني طاقه لانه كلها تفكيره وحبه كله الك، طاقه متجهه الك. في ما في عنده شويه عوائق في العمل وبحاول يحل فيها هذا الشخص. يعني وارد كثير. توجيه ورفع الإنسانية. أنت بالفعل تفعل ذلك، توقف عن الإفراط في التفكير، استمر في مواجهة الشمل الحقيقي. انت في اشي بتفكر فيه بطريقة انت بدك ثقة، انت شكلك انت فيش عندك ثقة في الحب او في الاشخاص، مطلوب منك الثقة ورفع الانسانية. رفع الانسانية احتمال انك انت متعصب شوي، شوي الرحمة عندك اختفت من علاقة سابقة. راح أشوف هل هذا الشخص من الماضي أو لا، بس أنا مش حاسة من الماضي، لأنه شافك الإمبرر الاستقرار وقدم لك الحب، لأنه شافك إنه أنت مستقر وشخص ناضج عقلاني جدا. يعني هذه نظرة جديدة مش نظرة قديمة، مش اكتشف، لا هو حبك لأنه شافك إنه أنت مستقر وعقلاني و مش سهل انه ينضحك عليك. يعني كلمة الحب عندك لا تكفي، ولانه شايفك عنيد ومستكفي بنفسك،
شايفك انك انت راضي عن حياتك وراضي عن نفسك وعن شكلك وعن انجازاتك وعن كل شيء. شايفك شخصية قوية جدا، شو هي متصلبة الرأي، وشايف ان هي الأمية بالنسبة له، انت أمية بالنسبة له، ان في كل الصفات اللي هو بيحبها، الاستقرار، الثقة في النفس، عملك كله على أكمله دايما موجود، شخص منظم ومرتب. طب خليني أشوف، لأن أنا شايف نوايا الناي فوند. خليني نشوف هون كده، ممكن الشخص هذا نوايا انه يطلع من التعب. الشخص هذا بده يطلعك من التعب وبده يعمل لك شفاء، لانه بيعرف انك انت تعبان، نوايا انه يعمل لك شفاء، شفاء اللي هو اللي انت مغلق على قلبك وبتحاول تحمي نفسك، وعارف انك انت بتحاول تحمي نفسك متجمد، انك انت بتحمي نفسك ناضج، وناضج ناضج من الداخل ومن الخارج، لكن نضوجك هاد خليك تنسى المشاعر والحب، فهو بده يرجع يفتح لك التو اوف سورد ويشفيك من اول وجديد، يعطيك حب ومشاعر ويطلعك من الناين اوف وند، لانه خطته القادمه انه بده يعترف في حبه، لانه هو كمان مشاعره او هو قدم لك كاس الحب ولكن بإشكال، فبعد هو زي ما حكيت لك ومن بعيد اتسلل لحتى يفهم، يقدر انه يفهمك، لانه مش فاهمك انه انت قدم لك كاس الحب يمكن شفته انت قليل بيج صغير، فهو بده يجي بالنايت، بده يجي بالكبير بالمشاعر الكبيرة، ويجي يوازن قلبك ومشاعرك، يرجع يفتح التو اوف سورد، لانه هو قدم لك حب فشعرك متجمد، فهو لف ودار لف ودار عمل لفات وهلا بلف بدور قاعد عشان يعرف هو شو ماله، كيف يوصلك، كيف يقدر يوصلك، بده اشي، لانه هو زي حاسس بالغضب انه مش قادر يفهمك، مش قادر يفهمك، هو شافك متصلب متجمد، مع انه هي مشاعر من ناحيتك هيك، وليش مشاعره هيك؟ هذا الشخص حاول او بحاول انه يفهمك عشان هو بده يجي في النايت، هو بده يعرف شو تعبك، من ايش انت بتزق في هذا الشخص وبدكش علاقة حب، لانه عارف انه في اشي ورا هاي العصاية، ورا هاي الدفعة اللي بتدفع اياها وبترفع الاسوار، فهو عارف انه انت مجروح وموجوع وبده انه يشفي لك، يشفيك من كل الجروح، فبده بدل ما يجي وحس انه قدم قليل لك وانت مكانتك عظيمة، فهو بده يجي في النايت في المكان اللي يطلق فيك، هو حس انه قدم شيء صغير مقابل شخصيتك، يمكن انت شخص ليك سلطة معينة، شخص مسؤول، شخص قائد، مسؤول عن عمل، مسؤول عن مشروع، شخص روحاني جدا جدا انت، فهو بده يجي يقدم لك الاشي اللي يليق فيك، وبحاول انه يبحث عن الحقيقة لكن بطريقة ملتوية عشان يقدر يوصل ويتوضح له شو الاشي اللي بيخليك تدفعه عنه، تدفع هذا الشخص عنه. قراءتك حلوة يعني، بس هذا الشخص جديد، أنا راح أشوف هل هو من الماضي، بس العلاقة هي أو الشخص هذا مفتقد للغزل، يعني أطلق طاقتك الغزل، أطلقها عشان هذا الشخص
يحس انه في نتيجة من اللي بيعمله. وهلا انت في اختبار في الحب، وايش في جروحك؟ الملائكة حواليك بتطمنك انها هي ملائكة الرحمة، انها هي بتبعث لك طمأنينة في قلبك كمان. وبرضو ارفع الانسانية عندك والتوجيه، يعني كن هيك شوي رحيم لانك شكلك متجمد، صح طيب ولكنك شوي متصلب الرأي. طب هل هذا الشخص من الماضي او جديد؟ نايت فرونت. ممكن كنتوا في زواج والشخص هذا بده يصلح لك جروحك اللي عملها فيك. احتمال، احتمال انه يكون شخص جديد يعني راقبك لفترة طويلة وبعدين اجى اعطاك كاس الحب. برضو مش ظاهر عندي انه من الماضي ولا لا، بس اذا كنتوا في زواج في هذا انتوا رح تعرفوا ان الشخص كنتوا في معاه في زواج. شخص بده يعرف عنك الان كتير، بده يعرف كيف يوصل لك، يعني نفس طاقته كمان، نفس طاقته هون. نفس طاقته هون. مش عارف كيف يوصل لك هذا الشخص، بده يوصل لقلبك ومش عارف. الشخص هذا حاسس ان انت انغدرت قبل هالمرة. طيب هل هو من الماضي؟ اعتقد يمكن انتوا كنتوا في استقرار في زواج لبعض منكم. لبعض منكم لو العلاقة هاي كانت من الماضي لكن كانت يعني اعتراف صغير، يعني ما كملتش هاي العلاقة، ما كبرت. هلا البعض منكم خدوها حسب يعني قصتكم انتوا، انتوا عارفين يعني اذا هذا الشخص جديد او من الماضي. طيب خليني اشوف الابراج. انا مشفتش ابراج نهائيا، مفيش ابراج هون. طبطب ما فيها ابراج. طبطب نارية، وعندي طاقات نارية لبرج الحمل الجوزاء والقوس برد الحمل، وهذا بشوفه برضه برج الاسد لانه هذا الكرت قيادي او الكبرياء او العظمة، وبرج الجوزاء والحمل بس طاقات نارية هوائية ومائية، وهو جايك بمشاعره وهوائية وترابية. مهم برج الحمل برضه، تملكوا الشخص هذا برج الحمل.